ايضا ما يقعد. نعم هذا كلامك يعني؟ نعم طبعا. تفضل سيد علي، يعني انت جاوب سيد علي، يعني يقول لك عقد بدون جلسة مجلس النواب، بدون يعني هاي يعني عقد خارج مجلس النواب. نعم يعني بس ارجو ان تعطيني الوقت الكافي. تفضل. يعني اولا سيدتي العزيزة، حاكمية للدستور ما بقت، يعني يجب ان لا نقدس الدستور بعد الان باعتبار احنا نفسنا مع احترامنا الدستور ولا مشينا باطر الدستورية. قلت لك اليوم الاجماع السياسي غالب حتى على الدستور، فلا نجي نسوي شماعة لما أي طرف جانبه يركض على الفقرة. الدستور معطل ومشلول بالتالي، إذا ما كان هو الدستور عليه أكثر من تحفظ، باعتبار الدستور كتب على عجالة والدستور ليس بقرآن، ومن كتب الدستور هم ليسوا ملائكة، ومن جاء ببعض ولا أقول كل الدستور هو يعني إملاءات خارجية، وهذا ما جنيناه من الدستور الذي كتب العراق 35 سنة دستورة مؤقت. احنا جينا سويناه ثابت باعتبار احنا سدينا كل المنافذ، والان جينا ندفع الاخطاء وندفع ثمنها. اليوم ممكن نسوي عقد بعيدا عن تعديل القانون اللي اقرته محكمة الاتحادية، قالت لك يجب ان يتعدل قانون الانتخابات. نعم ممكن احنا اليوم القضاء عقد بعيدا عن المجلس. اليوم القضاء يمكن ان يكون المحكمة الاتحادية او القضاء او مجموعة قضاة اخرى آخرين ممكن هم يكونون الحد الفاصل. شوف أنا أنظر للقضية من الداخل أكو حل ومن الخارج أكو حل، باعتبار أن السياسة فن ممكن، ماكو شيء بالسياسة ما ينحل، بس هو هذا التعصب وهاي اللي إحنا نسميها مصطلحاتنا الدوغمائية الانطوائية والتشدد بالرأي وعدم انفتاح على الرأي الآخر هو اللي وصلنا لهذه الأمور. سيد علي خلينا نتحدث بصراحة، يعني خلينا نتحدث، اليوم المواطن أصبح والله مفتح باللبن. أحسن. اليوم أمام أزمة سياسية حقيقية. نعم. اليوم أمام إشكالية كبيرة. خلينا نتحدث نقطة مهمة بعيدا عن يعني موقف التيار الصدري، أيضا أكو كتل وأحزاب سياسية أخرى تحت قبة مجلس النواب. هل هذه الأحزاب السياسية الموجودة تحت قبة مجلس النواب توافق على حل مجلس النواب خلال فترة وجيزة يعني بدون عقد أي جلسة؟ يعني هم نقطة لازم نحن نسأل عنها. أكيد. الإطار ما يوافق، قال لك الإطار أنا ما موافق. لا بس أنا أتحدث عن لا بس الله يخليك، أتحدث عن باقي كتل، يعني باقي كتل بعيدا عن الإطار بأجمع. نعم مو قلت للسيدة الكريمة، إحنا لو كانت عندنا احترام وتطبيق للدستور وللقوانين كنا نمضي، بس قلت لك اليوم الدستور مغيب بالكامل. لا بس نقطة جاوبني عليها. نعم. أكو أطراف سياسية ونواب يقبلون. نعم. حل البرلمان؟ لا ما يقبلون. هي بصراحة لا ما يقبلون. إحنا أخوة مو بس يعني العراق مو مختزل بس بالإطار والتيار، أكو كما قلت المكون السني المكون الكردي، البيوت الكردية والبيوت السنية تقول لك إحنا نمشي بأطر تشرين أكو أيضا يعني هسا أنا راح أقول لك مستقلين. نعم أنا راح أقول لك شلون يصير حلها. هسا الجماعة يقول توجيه الوجوه تغيير الوجوه الفاسدة، إحنا أمامنا طريقين، الطريق من الداخل اللي هو القضاء والمرجعية الرشيدة، وربما دخلت لنا الأمم المتحدة من الخارج، ولكن أنا عندي رأي باعتباري مستقل، والكل تعرفني إن أنا لا إطاري ولا تياري. نعم. بل أنا يعني ناقم من العملية السياسية برمتها باعتبارها دخلت مواطن، يعني حالك مواطن. نعم. المواطنين الناقمين على العملية. إحنا بال2003 والإخوان يتذكرون باعتبارهم سياسيين، من اجى التغيير صدروا قرار، اول قرار صدروه اجتثاث البعث، اي واحد كان محسوب على النظام السابق اجتثوه لانه بعثي، حتى وان كانت بعناصر مو مسيئه مو مؤذيه مو قاتله. مع ذلك احنا اليوم بحاجه اذا اردنا نمشي بخطوات صحيحه وننجح انتخاباتنا علينا. علي اريد اعقب على هذا الموضوع، الله يخليك، القانون مال اجتثاث البعث والمساءله. نعم. والعداله والله العظيم فقط تطبق على الناس الفقراء البسطاء، لكن الناس البعثيه قاعد اي والله قاعد بارك الله فيك الله يخليك. بس خلك الناس البسطاء اليوم اذا مدرس واذا استاذ جامعي طبق عليه القانون. خل بس اوصل شي الفكره. الرجعيه ما قبلت على قانون اجتثاث مثل ما اقروا على نفسه وقرار المرئي على نفسه حجه، اقروه وسووا تشريع قانون. احنا كشعب وكمواطنين، وانا باحث وراصد بالشان العراقي، انا اطالب القضاء اطالب الشعب بان يكون اجتثاث الفاسدين، اجتثاث شكو واحد اشترك بالعملية السياسية من 2003 لحد الآن من درجة مدير عام، درجات خاصة، هيئات اقتصادية، بألسنتهم اقرار المسك كما قلت، هم طلعوا يقولون احنا ما قدمنا شيء، وكل المشتركين بالعملية السياسية يجب ان لا يكون لهم دورا اخر، وفشلنا ونعتذر للشعب، اجت الانتخابات دخلوا نفسهم بها وعيشونا بمتاهات. هذا الشعب المسك